هذه المسألة دليلها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد. وهذا يدعو الدعاة إلى الله عز وجل أن يثبتوا في هذا الطريق وأن لا يستوحشوا من قلة عدد المستجيبين، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفصحوا وأنصحوا منهم للخلق، ومع ذلك لا يستجيب لبعض الأنبياء أحد. فسبيل الدعوة إلى الله عز وجل لا يستعجل فيها الداعية الثمرة، ويكفي في الدعوة إلى الله عز وجل أن تبرأ الذمة. ولذا قال عز وجل عن تلك الطائفة من بني إسرائيل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، يعني قال الناصحون قالوا معذرة إلى ربكم، أي إعذارا وإبراء للذمة، ولعلهم يتقون، لعل هذه الدعوة أن تصادف قلبا مفتوحا مقبلا فتؤثر فيه. فأنت أيها الداعية إلى الله عز وجل ما عليك إلا التبليغ، وذكر إنما أنت مذكر. وذلك لأن البعض قد ينحسر في دعوته إلى الله عز وجل إذا رأى صدود وانصراف الناس، ولكن لا يضيره ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستجب له من أمته من مجموعها إلا قلة. قال عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولنا عبرة في سيرته عليه الصلاة والسلام في أول دعوته، فكان لا يؤمن إلا أحد من الناس على خفاء، فبارك الله في دعوته عليه الصلاة والسلام، فما توفي إلا وقد رأى الناس يدخلون في دينه أفواجا، كما قال عز وجل في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه السورة نعيت نفس النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلا يظن ويتوهم الداعية أنه على غير هدى إذا لم يستجب له. كلا، إذا كان منطلقه من قال الله، من قال رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه، فليعلم أن سبيله سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على أحد وجهي التفسير يعني أنا وأتباعي يدعون إلى الله عز وجل، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وتشاغل الناس فيه بالمغريات من قنوات ومن أجهزة ومن أموال، فإن النفس تهوى حب الشهوات، ولا سيما إذا كانت البيئة المحيطة به قد انشغلت بهذا، فالبيئة لها أثر، وبالتالي فالدعوة تحتاج في هذا الزمن إلى صبر ومصابرة، ولكن ليعلم أن العاقبة للمتقين كما قال عز وجل: والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه فقط، هذا مدة مكثه داعيا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، زمن طويل، ومع ذلك قال عز وجل له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. في آية أخرى: وما آمن معه إلا قليل. مع أنه اتخذ جميع الوسائل، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم ماذا؟ ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فجميع وسائل الدعوة إلى الله عز وجل قام بها، ومع ذلك ما آمن إلا القلة. وهو من؟ أول الرسل عليه الصلاة والسلام. فهذه عبارة سريعة نعتبر فيها، فما يسمع الآن من استهداف وطعن
في الإسلام وفي أهله عبر الصحف أو عبر القنوات لا يجعل قوى الإنسان تخور. الإمام أحمد رحمة الله عليه في فتنة خلق القرآن تصدى لوحده، فكانت عاقبته أن الله جعله إماما من الأئمة وأنقذ الله به هذه الأمة من هذه البدعة. الله المستعان، ونسأل الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فليست الكثرة دلائل الهدى، فقد يكون للشخص أتباع كثر لكنه من أسوأ الناس طريقة ومنهجا. وكذلك لا يزهد في القلة، فقد يكون بعض الناس الأتباع له قلة لكن منهجيته وطريقته على هدى ونور. ولذا قال عز وجل كما أسلفنا، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال عز وجل في الإعجاب بالكثرة حتى لو كان في أمور الخير، قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفي المقابل لا يزهد في القلة، قال عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فما دار الأمر على سلامة المعتقد والمنهج؟ وإذا ضاقت بك الأمور فلتتذكر حال هؤلاء الأنبياء.